في البداية نحن نرحب شركائنا استراتيجيين حاليا نقدر نقول الانتربول، ونرحب فيهم في تنظيمنا لهذا الحدث خاصة بالمؤتمر الخاص بجرائم الماسة بالملكية الفكرية. الحمد لله كان الإقبال كبير، مثل ما أنتم شفتوا أكثر من 300 يعني الحضور كان كبير، وتحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، أعطى انطباع وقوة لهذا المؤتمر. وإن شاء الله نحن ننتظر إلى خروج بتوصيات راح تمثل في دعم ودعم مسائل حماية الملكية الفكرية. طبعا نحن ما نتكلم عن دبي، نحن كجمعية نتكلم عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهمنا دولة الإمارات. نحن بالتعاون مع الانتربول وبالتعاون مع شركائنا في إنفاذ قانون الملكية الفكرية، حابين أن نحن نساهم في توصيل المعلومة أسرع، توصيل مثلا بناء شبكة من المعلومات حول كيفية محاربة هذا النوع من الجرائم. نحن حاليا كدولة الإمارات من أفضل الدول العربية في مسائل حماية الملكية الفكرية، ومؤشرات التنافسية هي تدعم دولة الإمارات، لكن ما نريد نصل وما ينادي في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن نطلع نكون المركز الأول، فلما لا نكون المركز الأول في مسائل حماية الملكية الفكرية؟ هذا لن يتأتى إلا بدعم وتواصل من الانتربول ودعم من وزارة الاقتصاد، الجمارك، شرطة دبي ووزارة الداخلية. شركائنا في هذا في هذه المسائل لابد أن يكون في هناك تنسيق وتعاون في مسائل حماية الملكية الفكرية. طبعا هذه أول مؤتمر، المؤتمر الثالث طبعا تنظم الملكية، ولكن تواجد الانتربول في هذا المؤتمر أعطى قيمة مضافة للمؤتمر نفسه. تواجد الانتربول هنا أعطى قيمة مضافة للمواد العلمية راح توصلهم، أعطى قيمة مضافة عن الخبرات اللي انتربول يعني التجارب اللي مرت فيها في مسائل حماية الملكية الفكرية. هذه القيمة المضافة راح توصل إلى أجهزة النفاذ عندنا، وراح نخرج بتوصيات تدعم هذه العملية. ونحن بكل شفافية نحن نفكر في السنة القادمة ما راح نحن نضيف، وما راح العلاقة كيف راح تمتد ما بيننا وما بين الانتربول. نحن راح نقول هذا المؤتمر. طبعا نشكر سيدي صح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم على رعايته وحضوره لهذا المؤتمر، ونشكر الانتربول ونشكر معهد التدريب والدراسات القضائية على شراكتنا في تنظيم هذا الحدث، وإن شاء الله السنة الجاية راح يكون أفضل وأفضل، وإلى الأمام إن شاء الله.